الفنان والمخرج عصام بدوي منورنا في لقاء مميز جدا على ريد كاربت الإسكندرية المسرحي. هنتكلم أكتر عن مشاركته النهاردة في اللقاء ده. أهلا بحضرتك، منور ومشاركة مميزة كالعادة. الله يبارك لك يا رب، أنا دايما منور بيكم وبتواجدكم الكريم والتغطية الجميلة اللي بتعمل في المهرجانات. حضرتك كلمني عن مشاركتك النهاردة وإزاي شايف الدورة 13؟ والله أنا جاي ضيف النهاردة إن شاء الله، يعني جاي مدعو أن أنا أتفرج على المهرجان، وأنا شايف أن دورة يعني 13 ده يعتبر هذا الرقم، يعتبر أن في 12 دورة سابقة، والدورة دائما في تطور رهيب جدا، وأنا شايف أن هي أصبحت خلاص يعني إن شاء الله مع الوقت هتصل العالمية بإذن الله بمشاركة الدول الأوروبية والدول العربية. حضرتك شايف ازاي تطور الحركة الفنية وخاصة المسرحية في اسكندرية؟ هو التطور دايما بيجي، اولا احنا بشغالين في جهتين، جهة حرة اللي هو يعني الجهة اللي بتحاول وتعافر وتعمل عروض وتشارك في مسابقات نوادي المسرح او الفرق الخاصة بالثقافة، وشايف يعني الجانب الاخر اللي هو الحتة الاكاديمية كالمعهد العالي للفنون المسرحية وكلية اداب قسم مسرح. فانا شايف ان كل ده بيجتمع مع بعضه في المهرجانات، واللي هو الطبيعيين جدا اللي هم ما لهمش يعني نصيب ان هم يخشوا المعهد او الكلية، فهم فعلا بيستفادوا كتير جدا جدا من المهرجانات دي وبيتطوروا اكتر، ويعني شايف ان ده شيء ايجابي جميل قوي. يعني انا بشكر حضرتك جدا، بتمنى لك كل التوفيق ودايما موجود معنا في المحافل المميزة. اسلام يا ست الكل، اشكرك.